صادق يقول الإمام هذا إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال لما يعني يسلم إلى جهة اليسار، يقول ما حكم ذلك؟ صادق بارك الله فيك، هذا ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أحيانا إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله. والحديث يعني محل كلام عند أهل العلم، والراجح بأن الحديث صحيح من جهة الإسناد، صحيح من جهة الإسناد، ولذلك لو فعل الإمام هذا لا حرج. وبعض العلماء يجعله في قيام الليل، وبعضهم لهم كلام في هذا، لكن على أن لا يجعل هذا عادة في كل صلاة، وإنما يجعل هذا أحيانا، يجعل هذا أحيانا.